طيب الانفيتول بيربرا طبعا انتوا خدتوها في الاطفال. هي قصه الانفيتول بيربرا هو طفل سنه اقل من 10 سنين جاله ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن ستريبت او فايرال، وبعد حوالي اسبوعين جاله حاجه اسمها البابا. البابا اللي هو 3B painful palpable vertebra، بتاخد اللي هو الاكستريميتيز with sharp demarcation. ما على حسب برضو يعني انت الاستير بتاعها انفستيجيشن ما كانش عندها حاجه على حسب، ما هي بتقعد 24 ساعة برضه قال 24 ساعة شاكيت في الاثنين كل باثولوجي منها على طول. بالبا والبينفول بينفول بالبا والبربرا ات لور اكستريميتيز شارب ديماركيشن ات باتوكس، دايما بتوصل الباتوكس وتقوم واقفة زي ما بوريك الصورة بتاعت الوقت على طول. الليجن دوت بيقعد فترة أطول شوية من الليكوسايت كلاسيك فاسكولايتس، ممكن يقعد حد مثلا 10 أسابيع أو 16 أسبوع، يعني 4 شهور يروح يجي، يعني كرونيك وريكرنت، ممكن يخف شوية ويرجع شوية يخف شوية وبياخد فترة أكتر من 4 أسابيع. الإي بي أبدومينال بين نتيجة إيه؟ نتيجة الإنتستينال فاسكولايتس، ما في سيستميك برضه أفكشن. والطفل ده ممكن يجي acute abdomen simulating appendicitis intussusception paralytic ileus، يحصل ileus arthritis او arthralgia hematuria due to nephritis، برضه نتيجة الجلومرولونيفريتس أو الـ involvement of renal blood vessels، بيحصل نيفريتس، والنيفريتس ده غالبا بتبقى مايلد مبقاش سيفير، بنلاقي عند الطفل ده مايكروسكوبك هيماتوريا، حاجة مش بالإكتوب مايكروسكوبك مش 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 كروس هيماتوريا، مايكروسكوبك هيماتوريا، مايكروسكوبك بروتينيوريا، وغالبا زي ما قلت لكم هي سيلف ليميتنج، لكن تقريبا في 2% من الأطفال ممكن يخشوا في رينال امبيرمنت، رينال امبيرمنت اللي هو ممكن يخش فيه رينال فيلير. المشكله هنا في النيفرايتس ان ممكن النيفرايتس يحصل بعد السكن ايربشن بثلاث شهور، فالطفل لازم يتابع بعد ما يحصل ريزولوشن للبربرا، لازم يتابع لفتره ثلاث شهور، اشوف له البلاد يورين نيتروجين، اشوف البروتين في اليورين، البلاد في اليورين، واشوف له كمان البلاد بريشر والاديما، عشان ممكن يحصل رينال انفولفمنت ليتر اون. يبقى بين في البلد والبيبرا ابدومينال بين اكيوت ابدومينال بين انتسسبشن بريتيك ارياس ارثرايتس وارثرالجيا وهيماتوريا دي تو نيفرايتس. خلاص ده السيكول بتاعه، بوي اقل من 10 سنين ابر سبيرت تراكت فايرال او سيبتوكوكال انفكشن بوت 2 ويكس دي المانيفستيشن. طيب الانفستيجيشن السكين ليجن هعمل له ايه؟ هعمل له بايوبسي ودايركت اميونو فلوريسنس. البايوبسي بلاقي ليكو سيتوبلاستيك فاسكولايتس، ليكو سيتوبليزيا ويز فاسكولايتس. دايركت اميونو فلوريسنس بلاقي في ديبوزيشن للاميونو جلوبولين، ولكن فيري فيري سبيسيفيكالي اند فيري دايجنوستيكالي اي جي اي ديبوزيشن، ده اللي بتنزل ام سي كيو على طول. ده السبيسيفيك فيتشر في الدايركت اميونو فلوريسنس في عيان هينوكشلاين بربرا هو at the position of IgA predominant or very marked deposition or very large amount من IgA بيبقى deposited في الوول بتاع البلاد vessels. ممكن الاقي في بعض السي 3 والفايبرين، لكن اهم حاجه عندي ان ده IgA نزلت في ام سي كيو من سنتين تقريبا. IgA الدياجنوستيك فيتشر في دايركت فلوريسنس في هينوكشلاين. طيب عملت بايوبسي ليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس، طيب هعمل انفستيجيشن الابدومينال فيتشرز ازاي او الابدومينال مانيفستيشن ازاي؟ اعمل الترا ساوند عشان اشوف الاليس اللي موجود عندي او الانتسسبشن. هعمل باريوم بالنسبه للابدومينال بين ابدومينال فاسكولايتس، هعمل اوكالت بلاد ان ستول
عشان اشوف برضه في انفولفمنت ولا مفيش انفولفمنت. الارثرايتس الارثرايتس اكس راي خلاص. الهيماتوريا زي ما انا اسالكم بلاد يوريا نيتروجين يورين اوكالت بروتين او مايكروسكوب بروتين اند مايكروسكوبك هيماتوريا من بص بلاد ار بي سيز والبروتين. خلي بالنا من الاديما نتابع الطفل دايما بالبلاد بريشر عشان ما يحصلش لنا الفيلم اللي بنخش فيه هايبرتنشن. دي الانفستيجيشن بتاع اللي هنا شغالين بيرف تاني هو التريتمنت بتاعها نفس القصه. هو مصر على فكره سبورتيف كير. السكين ليجنز ممكن ندي انتي هيستامين كسيمتوماتيك ترينتال لكن الدابسون والكلوشيسين بيجوا معانا نتيجه كويسه. دابسون كلوشيسين. الابدومينال بين ممكن ندي له انالجيزكس اتش 2 بلوكر بيجي معانا نتيجه او الكورتيكوسترويدز. الارثرايتس نفس القصه نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الهيماتوريا مفيش ثيرابي سبيسيفيك يوقف البروجريشن ولا يمنع الانفولفمنت بتاع الكيدني لكن في ريسيفيد كيسز ممكن ندي سيستم الكورتيكوسترويد ده كونتروفيرسي او انترافينوس امينوجلوبولينز او بلازما فاريزيس. يعني رينال دامج صعب شويه ان انا اوقف ان هو يحصل ان انا اوقفه ان هو يحصل او اوقف البروجريشن بتاع رينال دامج. عشان كده الموست كومن تايب اوف سمول فيسل فاسكولايتس ان تشيلدرن هو الهينوخ شيلداين بيربر اشهر نوع اللي هو الاكسيتو كلاسيك فاسكولايتس بتاع الادلت بالظبط بس بيجي في الاطفال تحت 10 سنين نتيجه السيبتوكوكال انفكشن او فيرال انفكشن والموست كومن انفستيشن معاه هو البابا انفستيشن. عند البوتوكس بس في بعض الليجنز طلع ان هوت على الترانك وفي بعض الليجن طلع في الفور ارم عند الطفل اهوت اه ده بين فور بره وبره شارك كوميونيكيشن اهوت هنا بس بعض الليجنز طلع هنا وفي بعض